ديبات باهية خاصة الأجانب، وينجح الأولمبي البيجي في السنوات الأخيرة في الاختيار بتاع الأجانب بتاعه. تحس أنه ثم سليل بتاع ريكروتمون في الأولمبي البيجي، لأنه في السنوات الأخيرة قاعد ينجح الأولمبي البيجي في الانتدابات بتاعه خاصة الأجانب. هو نعتقد في مش بعيد هوني تم استدعاء الهيثم العام هيثم الزرقي اللي هو مشرف على الانتدابات الأولمبي البيجي، خاصة الأجانب منهم الحق الاختيارات كانت كلها صايبة، ولا بروفونيل كل الأندية الكبرى معناتها راسلت وحبت انت تدب اللاعبين الأجانب، والحق لاعبين كيما كومباسا كيما قلنا مازال موجود كومباسا، نعتقد غادر ما نعرفش حاسيلو. لكن انا قلت لك الأولمبي البيجي لازم شويه وقت، راه مش في ظرف وجيز جدا باش بعد الخروج بتاع لاعبين قيمتهم كبيره ياسر كيما بوغرا ودربالي وكاساغا، هذايا للمدافع ممتاز ممتاز جدا، دونك لازم شويه وقت للأولمبي البيجي باش يلقى لي زوتوماتيزم ما بين اللاعبين بتاعه ويبرزوا، لانه تعرف حتى كي يبدا لاعب ممتاز راه حط له شويه وقت باش يتاقلم مع الوضع، باش يتاقلم مع اللاعبين بتاعه، باش يتاقلم مع جو الجهه اللي فيها جديد. انا نعتقد انه الاولمبي البيجي لو فات وصل للقيمه اللي وصل لها الموسم الفارط، ما نتصورش بالاستقرار الاداري الجديد بالامكانيات الماديه بوتيتر اللي توفرت، لانه نعرفوا انه الاولمبي البيجي في السنوات الاخيره كان يعاني امكانيات كان يعاني معناتها على المستوى المادي. الموسم هذايا البداية موفقة، اسبيرون كونو نشوفوا الأولمبي البيجي بتاع السنوات الممتازة هذيك. واضح دونك أليك ميديمو ذا اللاعب المدافع اللي كان انتدبوا الأولمبي البيجي لتعويض رحيل المدافع كاسانغا، دونك لاعبي من الزيمبابوي طويل القامة دوبل ناسيوناليتي زيمبابوي ولانجلتير، دونك ينجم يلعب ديفونسور سنترال يلعب مع المنتخب في بالي مع منتخب زيمبابوي ولعب حتى مع منتخب زيمبابوي، دونك واضح انه الاولمبي البيجي وعقد 3 سنوات عامين حتى لجوان 2025، واضح انه الاولمبي البيجي ما يحبش يطيح في النيفو، يحب يبقى كما كان الموسم الماضي، لما لا يعاود يلعب بلاي اوف، لانه سنا بلاي اوف ب3-3 اصعب من بلاي اوف ب4-4 للتاهل لمرحله البلاي اوف، معناتها الامور باش تكون صعيبه خاصه في البول اللي فيها الاولمبي البيجي وفيها النادي الافريقي وفيها النجم الرياضي الساحلي، يعني بول ماهيش سهله بالكل البول هذه. صحيح السنا قلنا وحكينا البارح نحن انه الشامبيون تاع السنا باش تكون اصعب برشا من الموسم الفارط، رغم انه الاولمبي البيجي الموسم الفارط ظهر في بعض المباريات بمستوى مميز جدا، لكن راهو في عموما في البلاي اوف كمل 6 ايام معناتها ما في عموما ما عملش معناتها فاز بلاي اوف ممتازه جدا لانه كمل 7 نظرا للظروف والتغيير بتاع المدربين، وبعد بتاتر بعد الاحراز بتاع الاحراز وكاس تونس طاح له نيفو شويه ولاعبين بدات تخمم في الخروج اكثر منه البقاء في الاولمبي البيجي. لكن كما قلت لك باجا والمستير فنيا وصلوا لنيفو معين، ونعتقد لحبيب نحكي شويه على ليتوال ما عادش باش يرضاو بمستوى اقل من هكا، نحكي شويه على ليتوال. ليتوال الحقيقه مستوى متميز جدا في مباراه قسنطينة في مباراه عمل مباراه ممتازه جدا خاصه امام الفريق الجزائري، وشفنا الجماهير والحشد الجماهيري الكبير للفريق الجزائري، مش سهل انك تعمل نتيجه ايجابيه في الجزائر بالذات. النجم الساحلي عمل مباراه ممتازه جدا، انا قلت لك اللي عاون النجم الرياضي الساحلي هو الاستقرار لجميع المستويات، بقاء الهيئه التسييريه برئاسه سي عثمان جنيح، استخدام عماد بن يونس معناتها ضربه بتاع معلميه، وهذاك علاش راهو زياد الجزيري مش من عدم قاعد يشتغل هو ولا سي عثمان، معناتها ناس يفهموا كوره مليح وناس يعرفوا يسيروا مليح، انك تجيب عماد لانه عماد يحمل الفكر بتاع فوزي البنزرتي، دونك ما حبوش يجيبوا انا معناتها اسم مهما يكون باش يدخلوا بفكر جديد، لازم برشا وقت وبتاتر يخسر الاستحقاقات ولا ليزاكي معناتها اللي وصل لهم النجم الرياضي الساحلي في ظرف وجيز، ما ينجمش اي اونترونور باش يغير كل اللي عملوا فوزي البنزرتي في فتره قصيره ياسر، هذاك علاش استخدام عماد وخاصه بقاء الاطار الفني المعاون معاه، اضافه الى نفس اللاعبين ب 90% هما نفس اللاعبين. مالوروزمون النجم الرياضي الساحلي الانتدابات ما نشحتش في رفع المنع من الانتداب، ولا شفنا نجم الرياضي الساحلي بوتيتر اقوى من النسخه الفارطه، لكن نجم الرياضي الساحلي على المباراه اللي شفناها ضد قسنطينه نعتقد انه نجم الرياضي الساحلي ماشي على خطى صحيحه وقادر انه يمشي لبعيد في النسخه هذه، على كونديسيون انه
كيما قلنا ما ثم التماس دي سي ديسمبر قدموا النجم الرياضي الساحلي اسبيرون كونه ينجحوا فيه ويقدر النجم الرياضي الساحلي يزيد ينتدب لاعبين يزيد يقوي بهم الافكتيف اللي على ذمه المدرب عماد بن يونس والمعاونين بتاعه. برونوستيك نختم بمباراة الغد بين الأولمبي البيجي والنجم الساحلي. نذكر مباراة 4:30 بتاع العشية منقولة عبر منصة ديوان سبور وتلعب في ملعب عبد العزيز الشتوي بالمرسى. بونوستيك سكور كوريكت. نعتقد النجم الرياضي الساحلي ينتصر 2-0. 2-0 للنجم الرياضي الساحلي. يلا موزيكا ورجعنا لكم في سبور باي ديوان فهمت وسلام عليكم للتسعة تاع الليلة.